السلام عليكم، مرحبا زملاء. في سؤال؟ سامعين هيك منيح؟ ايه سامعين. طيب حكيم يا ما بسمع. احنا وصلنا الى الصفحة 8، وصلنا الى دومبريدون. هل المشاركة واضحة بالنسبة لكم؟ حكيم ما أعطيت هذا، ما بلشنا فيها المحاضرة الثانية. هلا بدنا راح نبلش الصفحة الأولى وحتى الثامنة، وكان التسجيل شغال، بس ما بعرف إذا كنتوا ما بتسمعوا أو في عندكم مشكلة بالتسجيل بالرابط. أنا بعتكم ما كان إن شاء الله راح أبعتكم. تمام. الدومبريدون وهو الزمرة الدوائية مضاد أقياء من زمرة البوتيرفينون، وهو مضادات الذهان التي تشمل أيضا هالوبيريدول. آلية التأثير أنه يحصر مستقبلات الدوبامين، وتعتمد آلياته وتأثيره على زيادة مقوية منطقة الضغط السفلي هايبر بريشر زون، مقوية المسرة المرئية السفلية، ويؤدي إلى سرعة الإفراغ المعدي والحركة الحوية للأنبوب الهضمي العلوي، وهو مشابه للميتوكلوبراميد، ويستعمل لمعالجة الأقياء الناجمة عن المعالجة الكيميائية بالإضافة إلى أعراض المعدية المعوية. ويستعمل الدروبيريدول وهو من نفس هذه الزمرة بشكل شائع من أجل التركين في التنظير الهضمي والجراحة. إذن اللي هو نفسه دروليبتان اسمه العلمي الدروبيريدول، أيضا يستخدم في التركين في التنظير الهضمي والجراحة. ما بصير نستخدمه إلا بحذر في قصور الكلية والحمل والإرضاع. بعض الدراسات الحديثة قد أشارت إلى أن الموت القلبي المفاجئ عند استعمال الدومبريدون، بالتالي يجب إنقاص الجرعة ومدة المعالجة إلى الحد الأدنى، فتم استبعاد المستحضرات التي تحوي أكثر من 10 ميلي جرام، كما أن مدة الاستعمال ما بصير أكثر من أسبوع. إذن دومبريدون هو دواء عبارة عن شراب موتين أو موتالون موجود، وفي منه تحاميل موتين أو موتالون موجود متوفر، يجب استخدامه بحذر. خاصرات مستقبلات السيروتونين 5 هيدروكسي تريبتامين تايب 3 هي أهم واحدة على الإطلاق، الاندانستيرون اللي هو زفران أو زفرين اسمه التجاري عنا ديفوميت مشهور جدا. أيضا عنا جرانستيرون ودولاستيرون وتروبستيرون. آليته أنه تعمل بشكل اصطفائي على حصر مستقبلات 5 هيدروكسي تريبتامين في المحيط، الألياف الواردة المبهمة الحشوية وفي الدماغ في منطقة الزناد. الاستقلاب تستقلب هذه العوامل بشكل كبير في الكبد إلى هيدروكسي دولاستيرون المستقلب الفعال للدولاستيرون، ويتم إطراحها عن طريق الكلية. الاستطباب تستعمل هذه في المعالجة الوقائية للإقياء المحرض بالمعالجة الكيميائية والشعاعية، يفضل إعطاؤها وقائيا قبل ساعة من العلاج. بالحمل والإرضاع والتحسس ما بصير تعطيهم، ممكن تسبب إمساك وتطبل بطن وصداع وهبوط ضغط، ممكن تراس أميناز يرتفع بشكل معتدل، بس وقفت الدواء بيرجع لطبيعته. مضادات الهستامين النمط الأول هي بتعالج داء السفر بشكل أساسي، ممكن تنعطى بالحمل وتنعطى كمنومات أو مركنات عند الأطفال مثل دايفنهيدريمات والبروميتازين، فهي تأثيراتها منومة مركنة خفيفة. تنعطى مثل دايفنهيدرامين دواء البيبي كالم أو البيبي دور عند الأطفال، لا تستطب ولكن تعطى بشكل تجاري من بعض الصيادلة، استطبابتها قليلة جدا. مضادات المسكرين الهيوسين سكوبولامين هو أكثر شيء مستخدم، سكوبولامين مضاد تشنج للأمعاء ومضاد للأقياء، ويستخدم أيضا في الوقاية من داء السفر أثناء الصعود في المركبات أو سيارات يعني أو الباصات أو السفن. ممكن نحط لصاقة تحرر بطيء خلال السفر، ممكن عن طريق الفم قبل ما يطلع الواحد بنص ساعة يأخذ له حبة، خاصة يعني السيدات. التأثيرات غير مرغوبة جفاف الفم واضطرابات الرؤية احتباس بولي. مين بيعطينا أسماء متلازمة فيها جفاف الفم وجفاف المفرزات وجفاف الدمع؟ جوغرين. أحسنت. ممكن أن تسبب النعاس ولكن أقل من مضادات الهستامين. ننتقل إلى الاستيرويدات القشرية. ميثايل بريدنيسيلون أو ديكساميتازون في
في معالجة الأشكال الخفيفة يستعمل هام جدا. ديكساميتازون يعمل كمضاد إقلاع هنا، ومضاد التهاب، خفض حرارة، مضاد وذمة، ومضاد تشنج حنجرة. ويمكن استخدام الكورتيزونات مع بعضها مع مشاركة أو لوحدها فترات قصيرة عادة. تأثيرات آلية تأثير المضاد الإقلاع غير معروف، وقد ترتبط بحصار مستقبلات البروستاجلاندين. يمكن لهذه الأدوية أن تسبب الأرق أو ارتفاع السكر عند مرضى السكر. مشتقات القنب أو مركبات القنب الكانابينويدز، وتتضمن مشتقات الماريجوانا نابليون ودرونابينول، وتكون هذه المركبات فعالة في معالجة الإقلاع المعتدل المحرض بالمعالجة الكيماوية واحد عنده سرطان. ممكن تعمل قلق وأهلاس. البنزوديازيبينات مثل الديازبام، لورازبام، البرازولام مضادة للإقلاع ومضادة للاختلاج ومنومة، ولكن تأثير مضاد الإقلاع ضعيف. قد تنجم تأثيراتها النافعة على الخصائص المركنة والحالة القلق والمحدثة للنسيان. تجعل هذه الخصائص نفسها البنزوديازيبينات مفيدة في معالجة الإقلاع الاستباقي بسبب العلاج الكيماوي، حيث أنها تحدث النسيان. المشاركات الدوائية المضادة للإقلاع تستعمل بهدف زيادة الفعالية المضادة للإقلاع وإنقاص تأثيرات غير مرغوبة. فمثلا يزيد الديكساميتازون من التأثير المضاد للإقلاع عند مشاركته مع جرعة عالية من الميتوكال اللي هو ميتوكلوبراميد أو الفينوثيازين أو البوتيروفينونز أو البنزوديازيبينات. إذن الديكساميتازون بيزيد جرعة أو بيزيد فعالية الميتوكلوبراميد وفينوثيازين والبوتيروفينونز والبنزوديازيبين. مضادات الهستامين ممكن أن تعطى مثل دايفينيدرامين مع جرعة عالية من حاصرات الدوبامين ميتوكلوبراميد لإنقاص التأثيرات خارج الهرمية. دايفينيدرامين ممكن يكون هو علاج للتأثيرات خارج هرمية. كما يمكن لهذه المشاركة أن تفيد في تخفيف جرعة الميتوكلوبراميد بسبب استعمال دوائين مضادين للإقلاع مع بعضهم البعض. إذا ميتوكال عمل شوية زيادة بحركة الحوية للأمعاء وزيادة إسهال، ممكن نعطي شوية كورتيزون معه مشان نخفف تأثير إسهال. ما هي الاستعمالات السريرية؟ موشن سيكنس أداء السفر، يستخدم السيكليزين هو مضاد استامين. سينرزين أيضا لداء السفر واضطرابات الدهليزية مثل داء مونيير. بروميتازين قيئات الصباحية الشديدة أثناء الحمل ممكن تعطيه. مضادات السيروتينين مثل الأندانستيرون اللي هو دي نفسه الديفوميت أشهر دواء مقيء حاليا. قيء محدث بالدواء السام الخلايا كالعلاج الكيميائي أو الإشعاع أو بعد العمل الجراحي. مضادات الدوبامين مثل الفينوثيازينات الأقياءات المحدثة باليوريميا أو الإشعاع أو التهابات المعدة والأمعاء الفيروسية والأقياءات الصباحية الشديدة. فينوثيازين ما بنعطيه بشكل يعني روتيني إلا باليوريميا، علاج الإشعاع، بعض حالات الأقياءات الشديدة أثناء الحمل. الميتوكال اللي هو نفسه ميتوكلوبراميد يعطى الأقياءات المحدثة باليوريميا والإشعاع واضطرابات المعدة والأمعاء والأدوية السامة للخلايا. أما مضادات المسكرين مثل هيوسين يعطى بداء السفر موشن سيكنز. مشتقات القنب النابليون محدثة بالأدوية السامة للخلايا في إقلاعات وتصير تعطي، ولكن هذا يحتاج إلى الكثير من الصبر والتأني والموافقات ومركز متخصص بإعطائه. الأدوية المضادة للإسهال في مقدمتها تعتبر زيادة حركية السبيل المعدي المعوي ونقص امتصاص السوائل هي العوامل الرئيسة للإسهالات. ما هي العوامل المضادة للإسهال؟ هي كعلاج عرضي تشمل العوامل المثبطة لحركية المعدة والأمعاء والعوامل الامتزازية أو الامتصاصية أو خلينا نقول adsorbents والأدوية المعدلة لنقل السوائل والشوارد. هذه كلها عوامل هامة جدا كعلاج عرضي للعوامل المضادة للإسهالات. قبل البدء بالمعالجة العرضية لابد من وجود استبعاد السبب الدوائي والتسمم الغذائي والإسهالات الخمجية الإنتانية. مضادات مثبطة لحركية الأمعاء لوبراميد وديفينوكسيلات، هذول يستخدمون عند البالغين في العمل الأغلب ولا دور لها في العمل الأغلب عند الأطفال، تمام؟ وهي من المشتقات المورفينية التي ليس لها تأثير على جهاز عصب مركزي، وإنما تأثيراتها تكون على مستوى الأنبوب الهضمي فقط. لوبراميد والديفينوكسيلات آلية التأثير تثبت أطلاق الأسيتايل كولين وبالتالي تنقص الحركات الحوية، كما أنها تملك تأثيراً مضاداً للإفراز
فيكون هناك زيادة في مرور السوائل والشوارد من لمعة الأمعاء باتجاه الدم. استطباتها علاج عرضي للإسهال، تعود السوائل والشوارد. مضادات الاستطباب هجمة حادة من التهاب الكولون المستقيم النصفي، التهاب الكولون غشاء الكاذب، أطفال دون السنتين إنه يعني ما له شغلة. بالنسبة للدافينكسيليت طول فترة الحمل الإرضاع مضاد استطباب مطلق، كما يجب تجنب لوبريمايد في الثلث الأول من الحمل. بشكل عام تجنب هدول الدوائين بشكل عام، وإنما هنا استخدامهم بشكل أساسي عند البالغين في فترة تغيير الحمل. الثيرات الجانبية غثيان أقياء إمساك تطبل بطن نعاس صداع. لأن إسهال عند الطفل في العمل أغلب فيروسي، علاجه بسيط، شوية زنك، شوية سيتامول، شوية مية أملاح مشي الحال مع حمية جيدة، والإكثار من حليب الأم إن وجد، وتجنب الحليب الصناعي وتجنب العوامل الغذائية التي قد تزيد من الحلولية وزيادة الإسهال. بالتالي العوامل الامتزازية تستعمل، العوامل الامتزازية مثل كاولين، بكتين، مثيل سيليلوز، أتابولوجيت، سيليكات الألمنيوم والمغنيسيوم لضبط الإسهال على الرغم من عدم إثبات فعاليتها. عند الأطفال ما له شغلة، ما له شغلة، ما مستخدمها نحن بشكل عام على العام الأغلب. تساعد هذه العوامل على امتزاز الزيفانات والميكروبات المعوية أو تشكيل غلالة واقية المخاطر المعوية، وأقل فعالية من العوامل المضادة، ويمكن أن تسبب الإمساك. بالتالي تتداخل مع بعض الأدوية، بالتالي ما له شغلة العوامل الامتزازية بشكل عام، وغير مرغوب استخدامها في تدبير إسهالات عند الأطفال بشكل خاص. لما نجي على العوامل المعدلة لنقل السوائل والشوارد اللي أخذناه قبل شوي، هو البيزموت سب سلسلات تحت سلسلات البيزموت، يستخدم في تدبير إسهال المسافرين، فينقص من إفراز السوائل في الأمعاء. قد يكون هذا التأثير ناجما عن مركب السلسلات الذي يملك تأثير مثبط لاستثناء البروستاجلاندينات. تشير الملاحظات التجريبية والسريرية لأن مضادات الالتهاب غير استرويدية مثل الإندوميتاسين والأسبرين قد تكون فعالة في معالجة الإسهال. قد يكون التأثير مضاد الإسهال ناجما عن تثبيط استثناء البروستاجلاندين. الآن ننتقل إلى حكيم. الإيجينات. نعم تفضل دكتور. السؤال بشان هاي الفقرة، ليش نحن نستخدم الفلاجيل مع أنه صاد حيوي لعلاج الإسهال؟ لا يستخدم الفلاجيل علميا وأكاديميا لتدبير الإسهال البتة، فهو صاد حيوي مضاد للهوائيات، ليس له دور، وإنما يعطيه الصيادلة المتصيدلون حقيقة. وصفة كل شيء جاهز، أي واحد يجيب سهل بيعطيه فلاجيل، ممكن يعطيه شوية روسيف، وكلاهما خطأ. العلاج هو حسب السبب، الأرجح عند الأطفال مثلا الإسهالات الفيروسية هي الأرجح. العلاج هو علاج عرضي، ممكن إذا في ألم وحرارة شوية سيتامول، الزنك، وتعود السوائل والشوارد عن طريق إعطاء الأملاح. لا يعطى الفلاجيل البتة، وهو خطأ دراماتيكي لوجستي أساسي استراتيجي لا يمكن لحضراتكم كأطباء متميزين استخدامه في تدبير الإسهالات. متى يستخدم الفلاجيل في تدبير الإسهالات؟ يستخدم في حال إثبات السبب الطفيلي أو سبب الأوالي أو الديدان. مثلا طفل كان في عنده إسهال مدمى بسبب مثلا إنتان وحرارة، صار في عنده إسهال مدمى نشوي الشقلة. الشقلة بتعطي مثلا أزيتروميسين وشوية زنك وسيتامول وأملاح. يوم يومين لسه في دم بالإسهال، فقد يكون السبب ناجما بشكل تخبري عن الجارديا لامبليا أو إنتاميبا هيستوليتيكا، وهاتان تحتاجان إلى الفلاجيل، ولكنهما نادرتان وفي الأعم الأغلب غير موجودتان، وتشكل نسبة قليلة جدا، أقل من 1 إلى 5%. لذلك لا يستطب بشكل تخبري أي واحد مسهل تعطيه فلاجيل، فهذا غلط. فلاجيل بيعطيه الصيدلي أو المتصيدل، حتى أن الصيدلي بيحترم نفسه ما بيعطي فلاجيل للحالة. المتصيدل اللي برك بالصيدلية يتعلم كم دواء، كم اسم، كم دواء أجنبي، كم وصفة، باع واشترى شوية تجارة، هذا ممكن يتحذر ويعطي فلاجيل. أما أنتم الزملاء الأعزاء من نظر وجهة نظر أكاديمية أكاديميك فيو بوينت لا تصفون هذه الأدوية. شكرا جزيلا لإثارة هذه القضية الهامة جدا دكتور. يمكن أن نعرج ونلخص فنقول لا مجال لوصف الصادات الحيوية في الإسهالات بشكل عام، لا لوصف الرصيف، الرصيف هو بحد ذاته بسوي إسهال، لا لوصف الصادات الحيوية في الإسهالات. الإسهالات في العام الأغلب تعطى تكون يعني فيروسية ومحددة لذاتها وتشفى عفويا. الشيء المثبت هو إضافة الزنك وهو فعال، وتعود السوائل والشوارد عن طريق مية الأملاح بحسب الكمية وحسب العمر وحسب الإصابة وحسب درجة التجفاف إن وجد مع الإسهال. شكرا جزيلا مرة أخرى دكتور إثارة هذا الموضوع بالغ الأهمية. ننتقل إلى الأدوية المضادة للإمساك. تفضل دكتور.
شو يعني امتزاز الزيفانات والميكروبات المعوية؟ يعني بياخدون على جنب بعملية تشبه عملية الامتصاص أو الإدمصاص والالتصاق، مما يؤدي إلى الحد من فعاليتها وتخريب بنيتها الكيميائية. قد يكون التخريب بشكل هرمي فراغي، وقد يكون بسبب التماس المباشر، وقد يكون بسبب وجود معلقات أخرى وتشكيل طبقة من المخاط أو تشكيل طبقة من المفرزات التي تعيق عملية هذه الزيفانات. هذا بشكل نظري يعني. شكرا. شكرا. هل من سؤال قبل أن نذهب إلى الأدوية المضادة للإمساك؟ الملينات، وهي أدوية مضادة للإمساك، تستخدم بشكل شائع لتسريع حركة الطعام في سبيل المعدة المعوي، ويمكن تصنيف هذه الأدوية حسب الآلية إلى الملينات المهيجة والمنبهة. الملينات المهيجة والملينات المنبهة هامة، وهناك ملينات غير مهيجة كالملينات الأزمولية والملينات المزيتة أو المزلقة لابريكياتينج. الملينات غير المهيجة وهي الملينات الأزمولية أزماتيك لاكسيتيفز، وهي آلية تأثيرها تعمل هذه على زيادة كمية السوائل في البراز، وبالتالي زيادة الكتلة البرازية، ومنها اللاكتوز، وهو أكثرها استخداماً. الدوفولاك كثير مشهور وآمن، حيث أنه لا يمتص في العمل أغلب من السبيل الهضمي، إنما يعمل بشكل ميكانيكي موضعي محلي لوكالي على مستوى اللمعة المعوية في الحيز الثالث. لاكتيتول والسوربيتول أيضاً لها آلية العمل نفسها. العلاج العرضي هو أهم استطباب لها. ما مضاد استطبابها؟ التهاب الكولون والمستقيم النزفي، داء كرون، وتنادر انسدادي أو تحت انسدادي. ما بصير الواحد عنده تحت انسداد أمعاء أو انسداد أمعاء وما بيخرج، تروح تعطيه هذا الدواء تروح المريض. وداء كرون كمان ما بصير، وإذا في التهاب كورونا مستقيم نزفي عم بيطلع دم ما بصير تعطي. هناك آلام بطنية من منشأ غير محدد، إيش عرفنا إيش عم بصير مع المريض؟ بلكي عنده التهاب زايدة، بلكي عنده التهاب مرارة، بلكي عنده التهاب بريتوان، بلكي في عنده عروق شلل، في عنده تجرثم دم، في عنده التهاب جرثومي، فلا يجوز إعطائه إلا بالتأكد من عدم وجود هذه الأمراض الكبيرة، وهي آلام بطنية غير مشخصة، غير محددة السبب، التهاب الكولون والمستقيم النزفي، داء كرون، والتنادر الانسدادي أو تحت الانسدادي. أهم تأثيرات جانبية تطبل البطن والإسهالات. ننتقل إلى الملينات المزيتة المزلقة، وتعمل كما ذكرنا بشكل ميكانيكي عن طريق تزييت المحتوى الأنبوبي عشان تسهيل المرور وتليين البراز. منها زيت البارافين أو زيت الفازلين. استتباباتها على العلاج العرضي للإمساكات الوظيفية. احتياطات الاستعمال: خطر حدوث نقص امتصاص الفيتامينات المحلة بالدسم، يعني بتاخذ كل شيء بطريقة. الأكيد أو الكدا ADEKY عند استخدامها فترة طويلة. الثالث من الملينات وهو الملينات المنبهة أو المحرضة، تزيد هذه الملينات من حركة القولون، كما أنها تزيد الإفراز المعوي من الماء والشوارد والبروتينات. الملينات الملحية مثل سلفات المغنيسيوم وهيدروكسيد المغنيسيوم هي أملاح غير ممتصة، بس تشتغل على مستوى السبيل. تمسك الماء في لمعة الأمعاء بالأزمولية وتلين وتزيد كتلة البراز، وبالتالي تزيد فعالية الأمعاء. استطباباتها في علاج العرضي للإمساك، كلهم علاج عرضي للإمساك. تأثيراته الجانبية: آلام بطنية، إسهالات، اضطراب شوارد. لذلك ما بصير تعطيه الأطفال، ما بنعطيه الأطفال. ممكن تعمل أطفال تحت 15 سنة اضطراب شارد، يؤدي لاختلاج، يؤدي لحدوث اضطرابات على مستوى الأنبوب المعوي، أنبوب الكلوي، اضطرابات نظمية باضطرابات البوتاسيوم أو الصوديوم أو الكالسيوم. مضادات الاستطباب أكيد الحمل والأرضاع، والتهاب الكولون المستقيم النزفي، تنادر الانسدادي أو تحته، والألام غير محددة المنشأ البطنية، وكرون ديزيز. ما هي الملينات المستخدمة عن طريق الشرج؟ هي عبارة عن بعض المركبات تحرض منعكس التغوط، مثل الصوديوم دوكازيت والجلايسيرين. جلايسيرين تحمل جلايسيرين كتير مشهورة وكتير بنحكي عنها وكتير بيستخدموها الأهالي البالغين والأطفال. هلأ في عنا منبه قوي للكولون يمكن استخدامه عن طريق الفم أو الشرج، هو البيساجوديل. بيساجوديل مشهور جدا استخدامه، مشهور جدا استخدامه. مضادات استطبابه هو إصابات موضعية مثل شق شرجي، التهاب شرج وبواسير بهجماتها الحادة، ما بصير تعطيها شكل تحاميل أو شكل يعني مرهم يحقن موضعيا.
وبالتالي نصل إلى هنا نهاية هذه المحاضرة. الملينات هذا جدول حطيناه لكم إياه عشان نتذكر، البيسكوديل والكاسترولويل زي الخروع وديكوسيت صوديو، وأيضا عندنا لاكتيتول لاكتولوز هو أهم واحد. المعينات بالأزرق بالأسود الغامق هذا البولد خط العريض، هذول أهم شيء، بيزموت سب ساليسيليت كأولينبكتين لوبراميد سوربيتول، هذول ممكن واحد يعرج عليهم ويدرسهم لأن هي شغلات مستخدمة في الحياة العملية. إلى هنا الزملاء الأعزاء تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم الثانية. شكر الله لكم إصغاءكم واستماعكم، وكتب أجركم وأثابكم وأعطاكم من فضله العظيم وعلمه الحكيم ورزقه الكريم. أي سؤال أو استفسار عن هذه المحاضرة؟ حكيم، هلا الأسبرين مضاد سهل، ما أول مرة نسمع معلومة. نعم، قال أهل العلم أنه قد يكون من مضادات الإسهال بتأثيرات جانبية، ولكن يعني لا يعول عليه في هذا المضمار ولا يعطى للأطفال بشكل عام لأنه قد يسبب تنادر ري. شكرا جزيلا للملاحظة الدقيقة للدكتور. يعني تصنيف ثانوي له. نعم أحسن دكتور، لكن تصنيفه الأساسي هو مضاد التصاق الصفيحات. صحيح، ممكن حدا يعطينا استطبابات للأسبرين؟ أعطونا كم استطباب يا زملاء عنك على السريع. خافض حرارة، مسكن ألم، مميه. نعم، مضاد مضاد التهاب. ممتاز، مرض كبير يستخدم فيه أمراض كبيرة. أمراض كبيرة مثل قصور قلب، مثل ضغط أثناء الحمل، ممكن يعني إذا كان في إسقاطات باكرة. نعم، قال أهل العلم يستخدم الأسبرين بشكل أساسي بجرعات كبيرة جدا قد تصل إلى 80 إلى 100 ملغ على الكيلو في داء كاوازاكي. داء كاوازاكي يعطى الأسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة حتى تخف الحرارة ممكن 6 أسابيع، ثم بعد ذلك يعطى لفترة 6-7 أسابيع أو 6 أشهر حسب الاستجابة والأذية القلبية المرافقة بجرعة 1-2 ملغ. حكيم، سمعت أنه ممكن نعطي مثلا أوغمانتين ممكن من أعراض الجانبية إسهال إذا كان في إمساك عند الطفل. أحسنت أحسنت، وذلك لوجود كليفولينيك أسيد. نعم، بس نحن ما بنشتغل بالطب بهالطريقة هاي إلا إذا كان 2-1، يعني مو أول واحد عنده إمساك تروح تعطيه أوغمانتين، إلا بس إذا كان عنده إمساك والتهاب الوزات التهاب العين التهاب الدون الوسطى 2-1 كويسة. حتى حكيم تخفيف الدواء ما أمكن الأزيثرو. نعم، يعني إذا كان جاءنا مريض عنده إنتانات تنفسية وعنده إسهال نعطيه أزيثرو. نعم، ممكن يسوي إسهال. نعم نعم صحيح. أي سؤال آخر من زملاء الأعزاء قبل أن تذهبوا الاستراحة قبل المحاضرة الثالثة بـ9:30؟ حكيم، نحن لما منقلل حموضة المعدة في عوامل مبرضة رح تدخل عن طريق المعدة، شو أهم شيء ممكن ننتبه منه أو ممكن نضطر إنه ما نستخدمه أو نستبدله بأدوية تانية؟ نعم، هذا يحدث حقيقة. تقليل حموضة المعدة عند المريض المصاب تقصدين بالداء القرحي الهضمي أم مريض عام عادي ما عنده داء قرحي؟ بشكل عام حكيم. نعم، تقليل حموضة المعدة يعني ذكر بشكل نظري أنه يقلل من الشهية مثلا، وأنه يجب الانتباه لأن المعدة هي عبارة عن حاجز مناعي دفاعي غير نوعي ضد الكثير من العوامل الممرضة التي قد تسبب خمج بالجهاز الهضمي، خاصة بالجراثيم سلبية الجرام، خاصة بالجراثيم سلبية الجرام مثل الكامبيلوباكتر مثلا الملتوية أو العطيفة الصائمية التي لها دور بتنادر جيلان باري، أيضا سلبية الجرام والمكورات المعوية، وأيضا بعض أنواع الفيروسات مثل الفيروسات المعوية الإيكو فيروس وكوكساكي فيروس، كوكساكي A خاصة ممكن كوكساكي B ذو التوجه القلبي. هذه الفيروسات ممكن تغزو السبيل الهضمي وتسبب أيضا انتانات. وأيضا وقال بعضهم الروتا فيروس قد يتحرض في وجود الفترة الصيفية وجود العدوى المرافقة، فالفيروسات لها ما لها من فوعة أثناء انخفاض الحاجز المناعي الفيزيولوجي الطبيعي المعدي بانخفاض أو بارتفاع الـ pH بانخفاض
بنقص درجة الحموضة، أي المقصود أن البي اتش يزداد أكثر. هو الطبيعي مثلا 3 2 3 بالمعدة، ممكن صار 6 7، وهذا وسط غير فيزيولوجي، غير ملائم لعمل الحاجز المناعي الطبيعي الفيزيولوجي المعدي، مما يؤدي إلى غزوه من بعض العوامل الممرضة وسهولة إحداث التهاب معدة أو أمعاء، خاصة عند الأطفال والمرضى المضعفين مناعيا والمرضى المسنين أو المرضى الذين لديهم التشوهات في الجهاز الهضمي أو المرضى لديهم تشوهات سنية أو المرضى لديهم أيضا اضطرابات على مستوى الرتوج، وأيضا الذين لديهم ماري بارت. فهؤلاء يجب أخذ الحذر أثناء تدبيرهم وعلاجهم بالشكل الأمثل كي لا تغزوهم هذه العوامل الممرضة، فقد تنكسر المعوضة ويؤدي ذلك إلى حدوث الإسهالات والإقيئات أو الآلام البطنية المبرحة، وأيضا حدوث تطبل البطن وعسرة الهضم، كما قد يؤدي ذلك إلى حدوث بعض الهجمات عند داء كرون أو داء السيراتيف كوليتس الكرون التقرحي، وهذا نادر إلا أنه يأخذ بعين الحسبان في بعض الحالات. السؤال مميز جدا وينم عن فهم للآلية الآلية الدوائية الفارماكولوجي. شكرا جزيلا دكتور. حكيم، الأطفال فينا نعطيهم بي بي آي مثلا كان عندهم قلس، أو شو بنعطيهم بيك؟ نعم أحسنت، يمكن إعطاء البي بي آي عند الأطفال بشكل آمن وهو مدروس وله فوائد إيجابية. يمكن إعطائه في القلس، يمكن إعطائه أيضا بقرحات الشدة، يمكن إعطائه عند مرضى الأطفال الذين يتناولون البريدلون مثلا كمرضى النفروز أو مرضى التهاب المفاصل الرثياني لفترة طويلة كوقاية للمعدة من حدوث التهاب الداء القرحي المحدث بالأدوية NSAIDs. أقل عمر حكيم قديش يعني ممكن نعطيه الإمبرازول؟ والله يمكن إعطائه في مرحلة بعد الشهر بشكل جيد أو بعد 3 شهور، وقال بعض ما في من إعطائه من عمر ما في منه شراب، ما في منه شراب، بس حبت لأنه لا يوجد شراب. يمكن استخدام الحبوب وطحنها ووضعها مع حليب الأم أو وضعها مع قليل من الماء تجاوزا وإعطائها قبل الوجبة، ولكن الشغل الشاغل الذي يشغل الأطباء الأطفال أنه هي تكون كبسولات، وبالتالي إذا أنت فكيت الكبسولة قد تخفف من تأثيراتها الإيجابية في أن تتحرر بشكل مديد أو أن تتحرر في العفج، قد يؤدي ذلك إلى تخرب نسبة من الدواء، ويتم ذلك تجريبيا عند الأطفال. وإن كان بالإمكان وجود تابلت يعني حبوب غير كبسولات في بعض المستحضرات الدوائية قديما يمكن استخدامها بشكل آمن، ممكن تكسر الحبة 4 أرباع مثلا، الربع هو 5 ملغرام، هو 1 ملغرام على الكيلو، إذا وزن الطفل 4-5 كيلوات تعطيه ربع الحبة بيمشي الحال. يعطي رانتيدين ما بيشتغل حكيم من البدال ولا؟ الرانتيدين فعال ويعمل أيضا، ولكن الآن حد من استخدامه بسبب سحبه من الأسواق بسبب أنه ما صار في أبروفد من FDA، وأيضا حدثت حوله الكثير من الضجة الإعلامية وبعض المقالات التي ذكرت، وحد من استخدامه كثيرا في الآونة الأخيرة. ممكن أعطي سيميتيدين، لكن له ما له من التأثيرات الجانبية عند الأطفال خاصة في عمر تحت الشهر، في الأسبوع تحت الأسبوع ممكن يسبب تأثير يعني اضطرابات كبدية، اضطرابات نزفية في ناحية نظرية، وقد يسبب أو يؤهب في بعض الحالات إلى نوب توقف التنفس. سؤال مميز أيضا، شكرا جزيلا دكتور. هل هناك من سؤال آخر؟ هل كانت الإجابات وافية للزملاء الذين تم طرحوا أسئلتهم؟ إيه الله يجزيك خير حكيم، ما قصرت. شكر الله لكم، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التفوق والتوفيق والعلم والعمل. أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه، وموفقين في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، في أمان الله وحفظه.